أستاذ قمر الأنبياء، أنا أدعو المخرج مرة أخرى أن يعيدني إلى لقطة لقاء البرهان مع فولكر اللي هو اليونيتمس لنحلل هذا اللقاء من وجهة نظرك. تفضل أستاذ قمر الأنبياء. بدءاً الرحمة والمغفرة لأرواح الشهداء الذين صعد أرواحهم في الأيام الفائتة. بالنسبة لبعثة اليونيتمس، هي بعثة مخولة من مجلس الأمن الدولي، وهي بعثة استشارية فنية مناطة بمهام الانتقال الديمقراطي في السودان. ولكن بعد ما جرى الهدف الأساسي انتفى من البعثة، ولكن بقاء البعثة في السودان لتستكمل مهامها وتقابل السيد برهان لها أكثر من دلالة. فواحدة من دلالاتها هذه الزيارة إنه مجلس الأمن الدولي ما زال على تفويضه للبعثة في السودان لاستكمال الانتقال الديمقراطي. حتى بيان اليوم كان واضح أيضا. نعم. والمهمة الثانية إنه السيد رئيس القائد العام للقوات المسلحة لا يستطيع إلى الآن أن يتخذ قرار بشأن هذه البعثة، لأن هذه البعثة ليست كما أسلفت هي من مطلوبات الحكومة السودانية، من مطلوبات الجيش أو كذا، فهي بعثة أممية صدرت بقرار دولي في هذا الشأن.